السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي الحضور الكريم، أقترح لكم حصة تواصلية جديدة، هذه المرة لوكاليزي الجزء الثاني. هناك عدة تطبيقات موجودة في الهواتف الذكية تساعدكم على التموقع وعلى البحث بسهولة تامة المكان الذي ترغبون الذهاب إليه لكي تتأكدوا. مثلا يمكنكم التحدث مع الآخر بهذا الشكل: Je suis perdu, je cherche. إذا كنت مفردا: Je suis perdu, je cherche. وتقول المكان الذي تريد الذهاب إليه: Je suis perdu dans cette ville, par exemple, je cherche la gare. مثلا، أو مجموعة من، إذا كنتم فعلا مجموعة: Nous sommes perdus dans cette ville, nous cherchons la gare. كمثال. الآخر سوف يرد عليك بهذا الشكل، أو سوف يجيبك بهذا الشكل: vous. سوف يستعمل vous، vous de politesse للمفرد وكذلك للجمع: vous prenez, vous continuez, vous tournez, vous passez devant. إذا كنت في البادية: vous faites 5 km, vous allez voir, vous allez arriver à. إذا كنت في البادية. ثم يكون هناك حوار بينكما: سي لوان ديسي، سي بري ديسي. هل هو قريب أم بعيد؟ قريب. سي بري ديسي بعيد. سي لوان ديسي، سي لوان ديسي نو، سي تو بري نو، سي ني با لوان وي، سي تا 10 كيلومتر ديسي.